عايز بيقول المعلومات التي تذكرها الدكتورة تعرضها للخطر كبقية العلماء الذين تم اغتيالهم، هل الدكتورة في مأمن وتحظى بحماية كاملة من الدولة بعد كل هذه المعلومات؟ دولة ايه؟ لا، النقطة اللي أنا لسه هتكلم فيها دي هي النقطة الخطيرة، النقطة اللي أنا عايز أذكرها كمان شوية، لأن دي محدش اتعرض لها. بس عايز أقول له حماية مين؟ اللي ربنا هو اللي بيحمي عم هادي، والدولة ايه؟ احنا في عايز أقول له على حاجة مثلا، مش عايز أتكلم على حاجة شخصية، بس عايز أقول له على حاجة. أنا من أحد الأسباب اللي الناس مثلا بتسأل، طب كل الحاجات اللي أنت كتبتيها دي أنا في حاجات مثلا عاملة فيها مجهود وبتاع، وما أذكره يعني قشور يعني، لأن في حاجات لها تفاصيل علمية أنا يعني طبعا، زي ما في دكاترة كبار جدا وباحثين عرب ومصريين وغيره دخلوا في الموضوع، بس أنا مثلا دخلت في شكوك علمية معينة. من أحد الحاجات إن أنا كنت بختفي على ابصاري يعني عشان اعرف ادخل في حاجات، كل واحد له حروبه الخاصه، فانا كنت يعني حكايه عدم ان انا انزل كتب في الفتره اللي فاتت او اجمع كل ما نشرته ده في كتب، لان انا كان ليا حروب خاصه في حاجات يعني انا بؤمن بيها تماما، ودي انا واثقه فيها ان اللي يكون مع ربنا ما فيش حاجه تقدر عليه، وكل واحد مش هيحصل له حاجه الا باجل مكتوب من ربنا، وكل واحد هيحصل له حاجه هيبقى مستوفي رزقه تماما. حكايتنا تأذيت نزيتش، لا انا تأذيت فوق ما اي حد يتخيل، بس الحمد لله ربنا يعني اكرم الواحد بحاجات تتعلم منها حاجات كتير جدا، ان الحامي هو ربنا، واللي يدرك قوة ربنا يعلم ان كل ما سواه هو واهي ولا يسوى اي شيء. فالنقطة بقى لنا ايه عايزين قبل ما يخلص الوقت اتكلم عليها، لان النقطة دي من النقاط المهمة جدا اللي محدش بتعرض لها لان تفاصيلها صعبه شويه. اتفضل. كان في كنزي بس ياسر العاصي بيقول ربنا يبارك فيه في الدكتوره، اسال الدكتوره بخصوص سلاح حرب، ممكن يكون تم استخدامه على المصريين لبس الطاقه السلبيه المتفشيه في الشارع المصري، وخصوصا ان بعد الثوره كانت المعنويات مرتفعه جدا والامال كانت عاليه، بخلاف طبعا الدور العظيم للاخوان في الاحباط، هل سلاح حرب ممكن يكون مستخدم؟ بص اقول لحضرتك حاجه، من خلال انا ما اعلمه ان سلاح حرب مستخدم علينا من سنين طويله مش حديثا، بس بيتم التكثيف حاليا بقى، وبيتم التكثيف بغباء يعني. وكما يتم كمان حاجه تانية، ان احنا زي ما شرحنا في مره ان من احد الحاجات اللي كانت مخفيه ومكتشفه حديثا هو استخدام النانو بارتكلز مع الكيمتريل، اللي هي مضغوطه مع الكيمتريل. نانو بارتكلز دي لو انا فتحت فيها يعني هنفتح موضوع كبير جدا، لان من احد الجسيمات النانو اللي عاملينها هي مواتير نانوية بتخش على الجهاز العصبي وبتغير في حاجات في جسد الإنسان. دي عايزة شرح كبير جدا عشان ما ينفعش تقلف كلمتين، لكن من أحد الحاجات إن في كمان جسيمات معدنية معينة بتنشط فعالية جهاز حرب في تأثيره على حاجات دقيقة جدا. فسلاح حرب مستخدم من سنوات على فكرة، وسلاح حرب معمول من نهاية الستينات بس هو ظهر في بداية الثمانينات. الكيمترال مستخدم من الستينات، وروسيا استخدمته على أمريكا قبل كده، وروسيا استخدمت على فكرة يعني بداية ما أمريكا بقى عملاقة سلاح حرب، إن روسيا استخدمته عليها في أثناء الحرب الباردة في بداية السبعينات تقريبا سنة 71-72، وسلطوا موجات كهرومغناطيسية عالية جدا أحادية على مبنى البنتاجون للتأثير على اتخاذ القرار والتأثير على الأفراد هناك، وحصل زيادة في ومن أحد الحاجات يعني التأثيرات بتاعة الماجنتيك فيلد، إنه بيعمل زيادة في ضربات القلب، غير بقى أنواع السرطانات، غير تسخين قشرة المخ، غير التأثير على الجسم كله، غير أنواع بقى متعددة من الأمراض ممكن نفتح لها يعني. سلاح حرب احنا اتكلمنا عليه على قشور، لكن سلاح حرب له استخدامات لا يمكن تخيل، غير بقى ان هم بيعملوا أصلا علينا من فترة كبيرة علينا على غيرنا تغيير على غيرنا علينا على تغيير داخلي للدي ان ايه، التغيير ده بيقلل الوعي، الدي ان ايه بيتأثر بالمجالات المغناطيسية. احنا بقينا عايشين سواء بقى عن طريق سلاح حرب، سواء عن الماجنتيك فيلد اللي طالع بقى، احنا بناخد دلوقتي كم رهيب جدا من الماجنتيك فيلد من التلفزيون من اجهزه الكمبيوتر، احنا قاعدين بالساعات على اجهزه الكمبيوتر، الكلام ده كارثه لوحده اصلا. احنا بقينا عايشين في جو من المجالات المتعدده، اضافه للمصيبه بقى الثانيه اللي كان بيحاول يعالجها القدماء بالاهرامات، ان هم رصدوا التغير في حقول الطبيعيه لمغناطيسيه الارض. احنا وصلنا من الاف سنين، وصلنا دلوقتي لتغير يكاد يصل من 80-90% من الحقول المغناطيسيه الخاصه بالارض الطبيعيه. ده بقى تاثيره كمان علينا يعني نسيبنا بس يعني من الارض كمان، ده هو على الارض له كوارث، لكن تاثيره علينا ان هو بيغير من تكوننا الداخلي، بيغير من وعينا من قدراتنا. وعي الناس ديت اثناء الحضاره المصريه كان مختلف عن وعينا، حتى العالم المنظور، ترددات العالم المنظور كانت مختلفه عننا، كان هم بيشاهدوا اكثر ما احنا بنشاهد، قوتهم كانت مختلفه عننا، لأن الوعي اختلف مع اختلاف طاقة الأرض.
اللي هم حاولوا يعالجوها. فاحنا يعني انت عايزه تقول ان احنا يعني سلاح حرب مستخدم من زمان علينا وعلى غيرنا يعني خدت بالك وعلى كل الدنيا بل ان الروس استخدموه على الامريكان ذات نفسهم وبيخبطوا في بعض كلهم. وإضافة بقى وعلى فكرة كل شرحناه في موضوع السيطرة على العقول مستخدم من زمان علينا، بس الواحد ما بحبش يتكلم عشان ما يتهمش بحاجات.